بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج كل جديد وموضوع جديد مع الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج. موضوعنا النهاردة برضو من المواضيع أو من الأسئلة الموجودة على صفحة البرنامج من السادة المتابعين لجروب الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج، وكمان المتابعين لي على القناة بتاعته على اليوتيوب، والاسم القناة والجروب هيكونوا موجودين معانا على الشاشة لما ننزل بالموضوع بتاعه الجديد. الموضوع النهاردة مهم جدا، خلينا متفقين ان احنا بنتكلم عن السحر، وده اساس موضوعنا وهدفنا من الكلام عن السحر والحسد، هو ان احنا نبعد الناس عموما اللي بيهتموا بالمواضيع دي او اللي بيتعرضوا للسحر، هدفنا ان هم يبعدوا عن الدجالين وعن المشعوذين. عارفين اضرار الدجالين والمشعوذين والتعامل معاهم، واحنا طبعا ذكرناه قبل كده واكيد هنتكلم عنه في حلقات جايه، بس احنا دلوقتي مهتمين بالاسئله اللي بتجينا. اكتر سؤال بيجينا هو اللي بنتكلم فيه كل اسبوع، يعني اكتر سؤال حضراتكم بتبعتوه على صفحة البرنامج أو على الجروب بتاع الراقي أحمد فراج، اللي هو الجروب بتاعه الراقي أحمد فراج، الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج، ده الجروب بتاعه برضو هيتكتب على الشاشة. بنختار أكتر سؤال مطروح وبنعرض الموضوع، هو بيتكلم وبيشرح لنا وبيفهمكم كل حاجة تخص الموضوع ده. هنتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع النهاردة، هو برضو عن السحر، بس هو نقطة معينة هو هيشرحها لنا وهنتابعه دلوقتي. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين، هنستكمل مع بعض سلسلة حلقاتنا الخاصة بالرقية الشرعية وعلاج المس والسحر والعين. النهاردة حلقة مفصلية، وزي ما حضراتكم اتعودتوا معايا دايما انا بديكم الكبسولة مركزة وبسيطة بدون اطالة. حلقة النهاردة هتتكلم عن كيف يمنع الشياطين والعوارض الإنسان من علاج نفسه بالرقية الشرعية. الموضوع ده مهم جدا، لأن أحيانا بيبقى الإنسان محتاج إن هو يقوم يعالج نفسه ويروح يتعالج ويقابل الرقاة ويقرأ القرآن، والشياطين تمنعه من ذلك استمرارا لاستمرار الأذى وخوفهم من الخروج من الجسد وفتح أمره. أول حاجة بتحصل مع المريض انه بيشككوه في من حوله، يعني مثلا لو والده او زوجته او ابوه او اخوه يقول له تعالى هنروح للراقي فلان الفلاني علشان يعالجك ويقرا عليك القران، فيشككوا فيهم بحيث ان هو يحسسه ان الانسان ده كل اللي حواليه ضده، ووالده مش عايز مصلحته، وزوجته عايزه تبين له ان هو مجنون، واخوه لا ده بيضحك عليا، وبعض هذه الامور. طيب لو بدا فعليا يبدا بعد كده غير الراقي من راقي لراقي، كل شويه يروح لراقي يقعد معاه مرتين ثلاثه، جلسه اثنين ثلاثه يقول له لا خلاص، يروح لواحد ثاني يبدا من اول وجديد، وهكذا وهكذا. بيشككوا في الرقاه في حاله استمرار عدد الجلسات لأكثر من جلستين أو ثلاثة، يبدأ يشككوا في نفسه وما يخلوش يستمر على برنامج علاج، وبالتالي يذهبوا عن هذا الموضوع. يظهر له في المنام، يعني العارض يجي له كده في المنام يهدده، يقول له بص أنت لو اتعالجت هقتلك وهقتل ولادك وهقتل وهقتل ولادك. طبعا ما فيش كلام من ده، ده كله خيالات بتيجي في المنام في العقل الباطن، كل اللي بيعمله إنه بيحاول يهددك وما يقدرش يعمل حاجة. وممكن يقول لك ايه بقى، انت لما هتتقرأ عليك الرقية واحضر عليك انا هفضح كل اسرارك وهتكلم على لسانك واقول كل اللي انت عايزه،
كل اللي انت عملته غلط. ما بيحصلش الكلام ده نهائيا. هي مسألة ترهيب للإنسان علشان يبتعد عن العلاج ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بقى يجي لك في صورة الملاك الطيب، ارقي نفسك بنفسك، لا أنت كويس، ما فيش حاجة، أمورك طيبة. وبعد ما يقنعك بالموضوع ده يبدأ بعد كده، أنت رأيت نفسك خلاص، مرة اتنين تلاتة ياخدك في سكته بقى تاني، لغاية لما تنسى خالص موضوع الرقية، ولا تعرف ترقي نفسك، ولا رحت لحد إنه يخلصك من السحر أو المس اللي في جسمك. يسبب لك نزاعات مع اللي حواليك. النهارده تتخانق مع صاحبك، بكره تتخانق مع ابوك، بكره تتخانق مع اخوك، بكره مع اولادك، بكره مع اصحابك، وانت بكره تتخانقي مع جوزك، ويحصل مشاكل ما بينكم كتير كتير كتير، بحيث انه يدخلك في دوامه ما تعرفش تخرج منها. انا مش عارفه، مش لاقي وقت. نهاك عن كل حاجه، بعدك عن كل حاجه. سحبك في مشاكل انت في غنى عنها. بس لازم يكون عندك العزيمه عشان تبقى واثق ومتاكد من علاجك. يجي لك حالة من الخجل، تخجل، يقول لا أنا هقول للناس إيه؟ أنا علي عارض، أنا بيجي لي أحلام مزعجة، أنا بيطلع لي كدمات في جسمي، ما ينفعش أقول كده، لا أنا مكسوف. تخجل وتبدأ حالتك تسوق تسوق تسوق، ويتمكن منك جدا علشان يمنعك من العلاج والتقرب من الله سبحانه وتعالى. ممكن يقنعك كمان ان انت عندك امور نفسيه. مثلا هقدم فيديو زي ده، يبدا بقى يدخلك في قصه ان انت عندك مرض نفسي، ويبدا يهدك نفسيا وجسمانيا وعصبيا، ويبدا يدخلك في اوهام. الاهم من ده كله بقى، ممكن يظهر لك في صوره صديق حميم، ودي خطيره جدا وحصلت مع ناس كتير وحالات كتير قابلتها بالموضوع ده. يظهر لك في صوره الملاك الجميل، انا صاحبك وعايز اخدمك واقدم لك بعض الخدمات، والانسان ضعيف، ايه الخدمات اللي هتقدمها لي؟ لا ده انا هعمل لك واسوي لك واجيب لك شغل واجيب لك فلوس وافتح لك مش عارف ايه واوديك فين واخلي اي حد انت عايزه يجي لك، ويعيشك في وهم اصلا غير حقيقي وغير منطقي ويعتبر من السحر. فيبدا بقى يقنعك انه يقدم لك خدمات. طب مقابل الخدمات دي ايه؟ انه هيبعدك عن الدين. هيقول لك بقى اذبح لي والعياذ بالله، الذبح لغير الله طبعا كفر. هيقول لك اعمل معاصي ومحرمات علشان يزيدك كفرا ويزيد هو تمكن منك، وبالتالي مش هتتعالج وهتمشي في سكته، ويبدا بقى يعلمك اسلوب السحر والشعوذه. وبدل ما انت انسان كنت عايز تعالج علشان تبقى طبيعي، مشيت في ضرب الدجالين والسحره والمشعوذين والعياذ بالله. بيجي بعد كده بيصدر لك بعض تجارب الرقاة، يقول لك لا فلان قريبنا ولا جارنا راح يتعالج عند فلان وما حصلوش حاجة يا شيخ، فيديك القناعات ان عمرك ما هتتعالج بالرقية الشرعية، ويبدأ يسحبك على ما يدعون انهم رقاة ولكن انهم سحرة ودجالين ويستخدمون السحر. ولا يجوز علاج السحر بالسحر نهائيا، لا يجوز علاج السحر بالسحر. فياخدك لواحد يقول لك احنا نذبح فرخه ونجيب ارنب ونجيب حته قماشه نكتب عليها مش عارف ايه، وبعض الامور اللي تعد من الدجل والشعوذه، فيسحبك ليهم لان هو بيزيد قوه وانت بتزيد ضعف، فيوجهك لاتجاهاته. طيب يوصلك لمرحله الجنون. يعني ايه الجنون؟ تلاقي نفسك قاعد وسط الناس تقوم تتكلم فجأة مش عارف ايه، ولغات مختلفة. يبدأ يوصلك لمرحلة ان الناس تخاف منك، فتحس بالوحدة والانعزال. لو فانت لازم تعرف تسيطر على نفسك وقوة، لان هو مش اقوى منك، انت اللي اقوى، هو اللي خايف فبيحاول يخوفك، لا انت اللي لازم تشد عليه. فده ضروري جدا في الموضوع ده، العوارض اللي في الجسم. خدت قرارك ان انت رايح، لازم يكون خلاص، يعني انا قلت هتعالج، ظبطت المنبه بتاعك بتاع الموبايل ايا كان عشان تصحى تروح جلسه الرقيه.
لازم تعرف حد من اهل بيتك او حد قريب منك انه يصحيك، لانه هينيمك نوم عميق جدا ويضيع عليك ميعاد الجلسه. وقت جلسه الرقيه هينيمك، مش هيخليك تصحى. ودي حالات كتير انا فعلا قابلتها، تلاقي مثلا النهارده عندي مثلا وليكن 10 حالات، 4 بيلتزموا و6 ما بيلتزموش، يكلموك بعد كده اصل انا راحت عليا نومه، اصل انا عملت مشكله مش عارف مع اخويا، اصل انا مش عارف الولاد عملوا ايه، يبدا يطلع لك بعض هذه الامور. فلا بد من التفرغ وقت جلسات الرقية. في كمان حاجه مهمه، التشكيك في الرقيه والراقي. هيحصل باذن الله. يعني مثلا وليكن مثلا هتتعالج معايا، فيجيبني انا في المنام ليك بشكل بشع يخوفك، يقول لك لا 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 احمد شوفني زي الوحش زي الديناصور مثلا، باذيك بضربك، فتتوجس خيفه مني فما او من غيري من الرقاة، لان العارض بيبقى عارف دايما او الشيطان عارف دايما مين الرقاة اللي قادرين على اخراجه، القادرين على اخراجه من الجسم. وهو ده بتفرق حسب تمكن الراقي من السيطرة على العارض في الجسم واخراجه باذن الله رب العالمين. طب هنتعالج مع ده ازاي؟ ايه العلاج؟ اول حاجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. لازم اتوكل على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتوكل على الله في العلاج. ابعد عن الطرق الغير شرعية والغير صحيحة في العلاج. يعني ما اروحش الدجال ومشعوذ بحجة انه هيعالجني، والقصص الغريبة اللي بيقعدوا يضحكوا بيها على الناس. 3، الاستقامة في الصلاة وأذكار الصباح وأذكار المساء والاستحمام بالماء وورق السدر وأيضا الملح. مهم جدا يكون عندك عزيمة انك عايز تتغير، ان تقرأ سورة البقرة دائما، توكلك على الله وعزيمتك والالتزام الديني يؤدي الى الانتصار على العارض وبدء جلسات الرقية للعلاج بإذن الله. وأنا بوضح دايما في كل فيديو، لازم بعد جلسة الرقية الالتزام الديني، الالتزام الديني للتحصين، لأن هالة الجسم بتكون مفتوحة بعد جلسات الرقية وخروج العارض بإذن الله. طيب، في بعض الرؤى أو الأحلام اللي بتجيلك بعد انتهاء الرقية وخروج العارض بتبشرك بالخير، ودي حصلت مع اكتر من حاله. هقول لكم بعض التجارب. في احد الحالات مثلا جالها شكل انثى في المنام وقالت لها انا اطمنت عليكي السلام عليكم، ومشيت. ده عارض من العوارض. في حد يحس مثلا ان كان بتجري وراه كلاب كتير وحيوانات ضاله وفجاه هربوا منه، ده خروج عارض رؤيه بالتبشير. في احيانا اللي يمشي في المقابر يلاقي نفسه تايه في المقابر ورايح جاي، وفجاه يلاقي نفسه مشي مظبوط والامور طيبه، هذا نفس الكلام. اللي يلاقي نفسه مثلا ممكن يكون بيرجع الاكل من بطنه وكلام من ده، ولقى فيها شعره فده سحر مأكول فهو خرج من جسمه، دي كنايه على خروج. فدي كلها رؤى بتبشر بالخير الحمد لله رب العالمين. طيب، اكدنا اكتر من مره على الالتزام الديني والتحصين بعد الرقية، ووضحت لكم أهم شيء هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. ابعدوا عن الدجالين، ابعدوا عن المشعوذين. العلاج بالقرآن والسنة والأدعية فقط لا غير. إذا كان ورق السدر فإحنا استخدمناه عن طريق أحد الصحابة والسلف الصالح اللي استخدموه جاب نتيجة. المسك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق الشرعية هي الطرق الصحيحة للرقية الشرعية، وليس عن طريق الذبح، وليس عن طريق الصور، وليس عن طريق المندل، وليس عن طريق الحجاب، وهذه الأمور حرام شرعا، وتزيد من حالتك وتزيد من المشاكل وتزيد من توترك أكتر وتسليط الشياطين عليك. وزي ما حضراتكم عارفين الحمد لله رب العالمين، حضراتكم بتتابعوني على جروب الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج على الفيسبوك، والحمد لله الناس بتتواصل معانا والحالات كتير الحمد لله اللي بتشفى
والحمد لله ربنا بيبعد عنها الأذى بإذن الله بتوكلنا كلنا جميعا على الله سبحانه وتعالى. وبنعمل الجلسات أونلاين زي ما أنا بكلم حضراتكم كده، وبتجيب نتيجة. هي ممكن تكون تطول شوية، تأثر شوية على حسب الحالة وحسب قوة كل عارض وعلى حسب نوع السحر إذا كان مأكول أو مشروب أو مدفون أيا كان الموضوع. والحمد لله ربنا يشفي الجميع والأمور طيبة، ولكن أؤكد على التحصين والبعد عن الموبقات فهي هلاك لك. يعني حتى لو أنت سليم وعندك وبتعمل موبقات، وليكن شرب الخمر والزنا والكذب والنفاق وهذه الأمور وأكل حقوق الناس، ده في حد ذاته أصلا بيضعفك نفسيا، بيقرب منك الشياطين والعياذ بالله، وتصاب بأسوأ أنواع المس. فنتقي الله جميعا بإذن الله وأمورنا طيبة، وأسف للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية، وبنشكر الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج على المعلومات المهمة اللي قالها لنا، ووضح لنا موضوع مهم جدا جدا ناس كتير كانت بتسأل فيه. ربنا يجازيك كل خير، وربنا يبعدنا عن السحر والسحرة والدجالين والمشعوذين. وبنقول تاني، هدفنا من حلقات الراقي أحمد فراج إن هو بيعرفنا وبيبعدنا عن طريق المفروض ان احنا ما نمشيش فيه خالص. ناس كتير جدا جدا بتمشي ورا الدجالين اللي بيقولوا تعالى انا اعمل لك حجاب، تعالى انا اعمل لك حاجه عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا عشان تخف عشان. كل الكلام ده كلام فاضي وحرام ان احنا نمشي في الطريق ده. دايما احنا خلينا ايماننا اقوى، وقربنا لله هو اللي هيبعد عننا كل شيء، يعني كل شيء وحش بإذن الله، وهيبعد عننا كل السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين. مش هنمشي في الطريق ده لو تقربنا من ربنا. بنتحصن زي ما قلنا في حلقات قبل كده، زي ما هو فهمنا وقال لنا إزاي يعني نقي أنفسنا من السحر والسحرة. الإيمان بالله أقوى من أي شيء في الدنيا. الإيمان بالله، احنا لما يكون ايماننا قوي هنتغلب عن الشياطين وعلى السحرة، هنتغلب عليهم اكيد اكيد، لان دايما الانسان بايمانه اقوى من اي شيء، بايمانه اقوى من اي سحر ومن اي دجل ومن اي شعوذة. انا بشكر احمد فراج، بشكره جدا جدا على تواجده المستمر معانا واستمراره في الاجابة، وان هو دايما ما بيرفضش اي طلب لاي مساعده لاي بني ادم، بيكلمه بيتصل بيه سواء على الواتساب سواء على الفيسبوك سواء على اليوتيوب. بشكره جدا جدا، واحنا مستنيينك في حلقات تانية كتير، لان الناس هي اللي طالباك. وفي نهايه حلقتي بقول لكم الى اللقاء في حلقه قادمه، استنونا حلقات كتير جدا ومواضيع مهمة، واللي انتوا عايزين تسألوا فيه والمعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها عن موضوع السحر هتلاقوها إجابتها عند الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فراج. وإلى اللقاء.